السلام عليكم أصدقاء. إذا بنفس الطريقة والأسلوب والدقائق والأخطاء خسرنا مرة أخرى أمام الكورة الشمالية، بعد أن خسرنا بالرجال ها نحن نخسر بالناشئين. يعني نحن ما صدقنا بكل أمان نسينا هاللحظة السودي أو النقطة السودي أو الخسارة القاسية أمام الكورة الشمالية بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم للرجال، والأخطاء الكارثية اللي كان عم تكبها هيكتور كوبر مع منتخبنا للرجال. منتخبنا للناشئين بنفس الأسلوب بنفس الطريقة بنفس الأخطاء عم نخسر مرة أخرى أمام الكورة الشمالي. كل أمانة، مع كل فسحة أمل لأي منتخب من أحد المنتخبات الوطنية، مع كل فسحة أمل بعد 48 ساعة نرجع منشكك بهذا المنتخب أو نرجع منشكك بكلامنا. هل كانت طفرة؟ هل كانت طفرة أمام الأردن؟ هل كانت طفرة؟ أم أن الأمل ما زال موجود، وخاصة أن مباراة إيران القادمة هذا اللي رح نحكيه في فيديو اليوم. لكن بداية فيديو اليوم حابب أقول هارد لك للجمهور السوري، هارد لك للاعبين. السؤال لك فعلا، هل كانت طفرة أمام المنتخب الأردني أم أن منتخبنا سيعود أمام المنتخب الإيراني؟ قبل ما نفوت بالتفاصيل جاوبني على هذا السؤال بكومنت. قبل ما نفوت بالتفاصيل كنت بتحضرني على اليوتيوب أو على الفيسبوك، اشترك بالقناة، فعل زر الجرس، طوج لايك، ونحن لكم نكون شاكرين. أكيد الخسارة بكرة القدم دائما مزعجة، دائما مزعجة. فكيف إذا كانت الخسارة بالكيفية اللي كنت عم تخسرها بالأمس أمام المنتخب الكورة الشمالي؟ شو هي الكيفية؟ قبل ما نحكي عن التفاصيل، قولا واحدا، هل منتخبنا استحق الخسارة أمام الكورة الشمالي؟ 100%. يعني حتى نحن وأنا أحد الأشخاص عم تابع المباراة للدقيقة 80 قبل ما نطلق الهدف الثاني، أنا كنت مقتنع بالتعادل، كنت مقتنع بالتعادل بكل صراحة حسب مجريات المباراة، وكانت النتيجة بتروح بهدف مقابل هدف. ولكن أنت إذا بدك تكون عادل بكرة القدم، المنتخب الكوري الشمالي يستحق الفوز على منتخبنا، ما بدي اقول لك 100%، مليون بالمية، ولا نستحق حتى نقطة التعادل، لأنه حتى نحن ما تعبنا ولا قاتلنا من أجل نقطة التعادل. لكن السؤال اللي أنا بدي أطرحه في فيديو اليوم، ليش نحن لعبنا بهالكيفية؟ ليش نزلنا مهزوزين أمام الكوري الشمالي؟ شو اللي صار مع اللاعبين؟ شو اللي صار مع الكابتن فراس معسعس يلي جل الصحف على السوشيال ميديا كان عم تمدح بالأداء واللاعبين، مو بس أنا يعني على صفحة الجميع، ومبسوطين وبالانسجام واللعب وطريقة اللعب وطريقة تعامل فراس معسعس بمباراة الأردن بالشوط الثاني. هذا الشيء ما نوجد أبدا أمام المنتخب الكوري الشمالي. بتفق معكم، ممكن تكتب لي بكومنت إنه بتختلف المباراة الأولى عن المباراة الثانية، هو الخصم بالمباراة الأولى كان المنتخب الأردني اللي واضح إنه ما نجهز، بالمباراة الثانية المنتخب الكوري الشمالي اللي هو جاهز وموجود وسريع ومتطور وعنده مواهب وعنده لاعبين. انا متفق معك بهذا الشيء انه في فرق بين المباراه الاولى والمباراه الثانيه هو المنافس، ولكن بكره القدم مو دائما المنتخب اللي بيكون افضل والمنتخب اللي بيلعب منيح هو بينتصر. بما معناه انا كنت ممكن حسب مجريات المباراه، نحن عم نحكي عن فئه ناشئين، كان ممكن ضمن مجريات المباراه اذا انا اخطأت ببداية المباراة كمدرب أو أنا ما عرفت أتعامل مع المباراة وأنا ما عرفت أقرأ الخصم مظبوط أو صحيح، هذا الشيء اللي صار حرفيا مع كابتن فراس معسعس. كل مدرب أكيد معرض للخطأ بأي مباراة، ممكن يكون أحد المدربين العالميين، يعني هذا الشيء وارد بكرة القدم، دائما كرة القدم فوز والانتصار بناء على أخطاء اللاعبين والمدربين. أنا حسب مجريات المباراة بعد ما شفت أن المباراة صعب أنا أرجع لها وصعب فوت بجو المباراة بعد ما بلشت غلط، فكان ممكن أنا أنهي المباراة بالتعادل، أعمل أكبر جهد أني ما أطلق الخسارة. لو أني أنا خرجت أمام الكوري الشمالي بالتعادل لكانت فرصتي قائمة، وكانت لمجرد الفوز على المنتخب الإيراني بيعني أنك تأهلت إلى الدور أو نهائيات كأس آسيا، إن لم تكن متصدر ستكون وصيف حسب نتائج المنتخب الكوري الشمالي أو منتخب الكوري الشمالي بالتحديد، مع أنه المنتخب الأردني خسر أولى المباريات أمام منتخبنا. فكنت لازم أنا حسب مجريات المباراة، أنا مثل ما شفت المباراة، اطلع بالتعادل اقل التقدير. لكن الشيء اللي صار بمباراه الاردن واسباب مباراه المنتخب الكوري الشمالي واسباب الخساره فيك تعد على اصابعك، او مو احد اسباب الخساره، في غرور عند اللاعبين بعد الفوز على المنتخب الاردني. انا بالفيديو السابق اللي تابعنا نحن مدحنا المنتخب، طبلنا المنتخب، دعمنا المنتخب، قلنا راح ننتصر، لكن قلنا اهم شيء للاعبين الناشئين ما يتسرب الغرور الى قلوب اللاعبين او نفسيه اللاعبين، انزل انا ربحان على الاردن صاحب الارض، ومين منتخب الكوري الشمالي راح اربحه؟ فانت هون راح تتعرض للخساره انك ما احترمت خصمك، هذا اللي صار، وهذا السبب الاول يلي خلاك انك ما تنتصر، الغرور، غرور اللاعبين ونزلوا
تفاجؤوا بمنتخب ممكن على الورق ممكن بالمجموعة هو متواضع لكن قدم مباراة كبيرة. ممكن متواضع بالنسبة للبعض لأنه أنت بتحكي عن منتخب كوريا الشمال الناشئين مجهول مجهول ما معروف لباقي المنتخبات، فكان عم يتفوق على هونغ كونغ بثمان أهداف مقابل هدفين وعم يتفوق على منتخبنا بهدفين مقابل هدف. حاليا الجميع بيحسب حساب المنتخب الكوري الشمالي كان الأردن بالمباراة القادمة أو المنتخب الإيراني. فأحد أسباب بل أنا بحط السبب الأول غرور لاعبي منتخبنا الوطني. السبب الثاني البداية الغلط بالمباراة، البداية الغلط بالمباراة. واضح أنه فراس معسعس يلي حضر مباراة وتابعة كانت تعليماته للاعبين أنه نحن بداية المباراة بدنا نكون هادين، بدنا نقرأ الخصم أكثر ونشوف ونستوعب الخصم أكثر بعدين بنعمل ردة الفعل، بعدين نحن بنعمل ردة فعل. هي كتير بعض المدربين بيستخدموها كبداية المباراة بيقول لك أول 10-15 دقيقة ما بدنا نخاطر أو ما بدنا نبالغ نحن بالحالة الهجومية، بدنا نكون نحن ملعبنا كل لاعب بمركزه نتناقل الكرات نحاول نمتص الخصم أو فورة الخصم ببداية المباراة بعدين نقرأ الخصم وبناء عليه ننطلق للحالات الهجومية. هذا غلط، أنت الربحان بالمباراة الأولى، أنت المفروض أفضل نفسيا، أنت أقوى على أرض الواقع حسب النتائج. حسب النتائج عم أحكي أنا، كفوزك على الأردن لازم يكون عندك الثقة النفس بأرض الملعب وليست الغرور، وتنزل وتقول له نحن لازم نبادر نحن لازم حاول ناخد المباراة من أولها أو نستلم المباراة من أولها. ببعض المباريات وهذا الشيء اللي حصل بالأمس أمام منتخب الكورة الشمالي وفريقين بيلعبوا أو منتخبين بيلعبوا، أحد هدول الفريقين أو المنتخبين بيفرض إيقاعه على المباراة وبيستلم المباراة مثل ما بقول بيلعب خصمه وخصمه ما يقدر يطلع من رتم هاي المباراة. هذا اللي صار بالأمس حرفيا، فراس معسعس نزل ليقرأ الخصم بينما المنتخب الكوري الشمالي نزل ومندفع للأمام بده يسجل بده يستلم الكرة بده ينتصر بده يحقق 3 نقاط في اندفاع ما عنده شيء يخسره، فلذلك استلم زمام الأمور استلم مجريات المباراة حرك أو خلى الملعب كله الملعب كله بإدارته والملعب كله مستلمه والكرة مستلمة والضغط العالي واستلام الكرة وقطع الكرات، فمنتخبنا فات بهي الصدمة وما عاد قدر يطلع منها 90 دقيقة. هذا اللي صار بالأمس والفرق والغلط اللي غلطه مدرب منتخبنا والشيء الإيجابي والشيء الجيد اللي عمله مدرب الكورة الشمالي. هو اللي استلم الملعب وظل مستلم الملعب مثل ما بنحكي نحن استلم رتم المباراة وما عاد نعرف نطلع من هالجو. يعني اللاعبين وقت نزلوا على الملعب شافوا المنتخب نحن بشوط أول ما أخذنا ولا هجمة، بشوط أول ما أخذنا ولا هجمة، ناشئين منتخبنا انصدموا من منتخب الكورة الشمالي، انصدموا حرفيا من الكورة الشمالي. توقعوه يعني مثل ما أقول 3 نقاط بالجيبي كل أمانة، ما توقعوا هذا المنتخب الفتاك. ما بدي أقول لك منتخب فتاك، هو منتخب قوي نتفق، هو منتخب متطور نتفق، لكن نحن ساعدنا على هذا الشيء مثل ما حكيت بداية فيديو اليوم. مو دائما المنتخب الأفضل هو بينتصر، مو دائما مو دائما. لو كان كوري الشمالي كان أفضل منك بالمباراة لكن كان يا أخي بالأضرار تطلع بهدف بنقطة تعادل، خاصة أنت تلقيت هدف تلقيت هدف عدلت النتيجة. طيب تلقيت هدف انت بالشوط الثاني عدلت النتيجه بعد دقائق قليله ممتاز، ما تقدر تطلع من رتم المباراه اللي حكينا عنها او سيطرت منتخب الكوره الشمالي يا اخي اقل تقدير اطلع بنقطه التعادل. انت نفس العرضيه نفس الراسيه نفس المشكله نفس الخطا نفس الدقيقه مثل ما خسرنا مع الرجال خسرنا مع ناشئين المنتخب الكوره الشمالي، خساره مؤلمه. نرجع للسؤال اللي سالتكم اياه بدايه فيديو اليوم وراح احكي لك رايي، هل كانت مثل ما قلنا احنا يا رب تقف عينه، هل كانت يعني فوزنا على الأردن غير مستحقة ومتممون نحن طفرة، هل كانت طفرة وبينت الحقيقة أمام الكورة الشمالية؟ بعد ما حضرت لي بكومنت رأيك أنا رح أحكي لك رأيي. لا أمام منتخب الأردني ما كانت طفرة لأنه نحن تفوقنا بالمباريات ببطولة غرب آسيا، أنا بطولة غرب آسيا. الشيء اللي صار أمام كوريا الشمالية درس، لكن درس غالي ودرس قاسي ممكن يكلفك، ممكن لا سمح الله عم أقول الخروج وعدم الوصول إلى نهائيات كأس آسيا بهيك لاعبين وبهيك جودي وبهيك مهارين وبهيك منتخب وبهيك تشكيلي موجودة ونجوم، إنك ما توصل إلى نهائيات كأس آسيا فأنت عم تدمر جيل كامل بكل أمانة. أنا اللي بشوفه كان بطولة غرب آسيا وإن كان أمام الأردن ما كانت طفرة، إنما الشيء اللي صار أمام كوريا الشمالية كان درس لفراس معسعس كان درس للاعبي منتخبنا الوطني. لكن السؤال هل في وقت لتعويض ما فات؟
للاسف انا بتمنى انه ما نندم على هالمباراه. المباراه القادمه لازم نتفوق على ايران، هونغ كونغ ايضا لازم نتفوق، ممكن تنحسب المباراه نتائج منتخب هونغ كونغ لانه الاخير. لازم ننتظر تعثر المنتخب الكوره الشمال باي مباراه، لازم، لكن الاهم لازم تتفوق على ايران. درس تعلمنا منه، بس بتمنى ما يكون ثمن هذا الدرس عدم التاهل الى نهائيات كاس اسيا، لانه بهيك جيل وبهيك لاعبين وبهيك مهاريين وبهيك نجوم، بكل امان انك ما تتواجد بنهائيات كاس اسيا فانت عم تدمر جيل كامل. من القلب بتمنى انه يكون درس وليس عقاب، يكون درس ما ثمنه غالي هو الخروج من التصفيات الاسيويه، لانه وقتها رح نكون بكل امانه دخلنا بموضع شك. نرجع لسؤالنا، هل هي طفره ام درس لمنتخبنا الوطني؟ من هذا الفيديو اليوم رح نعمل فيديو ثاني ونحكي عن مباراه ايران اكثر. كنا مزعوجين وانا بعتذر تاخرت تصوير هذا الفيديو بسبب ظروف العمل. بتمنى دائما تضلوا على خير. السلام.